شكرا لي. إذن مشاهدينا، طقس مستقر نسبيا رح بيسيطر على لبنان خلال اليومين المقبلين. جو الليل بداية رح بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، ممكن نشهد أمطار متفرقة خاصة فوق المرتفعات. درجات الحرارة بتوصل أقصاها على الساحل لليلة 27 درجة. جو بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، استقرار بالحرارة وبتسجل أقصاها ببيروت 34 درجة، 22 بالأرز، 33 بطرابلس، 32 بزحلة، 26 حصبية، وبعلبك لبكرة 25 درجة. الرياح بالإجمال رح بتكون جنوبية غربية حال البحر معتدل، حرارة 130 درجة، أما الرطوبة رح تنخفض نوعا ما بين 60 و 75%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ مثل ما ذكرنا بالنسبة لبكرة، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع 34 درجة. الخميس والجمعة بالإجمال قليل الغيوم، 34 درجة لنهار الخميس، انخفاض بسيط بالحرارة ل 33 درجة لنهار الجمعة، ممكن نشهد أمطار متفرقة. أما السبت غائم جزئيا إلى غائم، رح نشهد أمطار خاصة بفترة بعد الظهر، الحرارة أقصاها على الساحل بتسجل 30 درجة. هذا كان كل شيء، أكيد مزيد من التفاصيل بتلاقوها بنشرة بكرة. هلا عودة لكم ماريو ورمي. شكرا إليز.